السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا في الدرس الماضي ازاي نستخدم الجرس 3D في ان احنا نحول صور لمجموعة من النقاط، هنشوف النهاردة ازاي نستخدم مشلاب في ان احنا نحول النقاط دي لمقسم ويتبع على البرينتر 3D. الجميل ان الموقعين دول البرامج اللي فيهم اوبن سورس ومجاني، فانت مش محتاج ان انت تضرب كراك ولا حاجة خالص. طيب هاجي هنا اقول له طب افتح المشلاب، هنبدأ ناخد المقسم اللي احنا طلعناه من الجارد 3D. طيب دلوقتي هقول له انا عايز اعمل اوبن، وهبدأ اختار الشكل اللي احنا عملناه. هتلاقي الفيديو اسفل الشرح دوت اهوت. هناخد المقسم هو بيبدأ يتعرف عليه اهوت، وانا الصور المكونة ليه اهوت. طيب المقسم ده نبدأ بقى نشوف انهي شكل. ايوه اهوت. طيب في اجزاء عايزين مثلا نحذفها، ممكن نيجي بقى نعمل سيلكت من خلال هنا سيلكت فيرتكس اهوت. ابدا اعمل سيلكت على الحاجات اللي انا عايز احذفها. وبعد كده هاجي هنا اقول له ديليت، فاصبح معايا الشكل اهوت. طيب بعد كده هروح بقى الفلتر، هتلاقي مجموعة كبيرة جدا من الفلاتر، هقول له ريميشنج، واقول له ممكن تقول له مثلا انا عايز سيرفيس ريكونستراكشن، وبتبدأ تقول له مثلا ممكن تعمل ميرج كل الفيزيبل لايرز لو انت حابب، اقول له ابلاي. هيبدأ يعمل لك السيرفيس، لو في اي حاجة سيرفيس احنا مش محتاجينها هنبدأ نعمل لها ديليت. ممكن بعد كده نيجي هنا هنختار أداة السلكت تاني، ونبدأ نحدد الحاجات اللي احنا مش محتاجينها، ونقول له ديليت. بعد كده ممكن تقول له انا عايز اعمل اكسبورت ليه الشكل دوت، اكسبورت ليه مش دوت بامتداد 3ds او stl او object او wrf او dae، كل الامتداد دي هو بيبقى لها تقدر تصدر بيها الشكل زي ما انت عايز. ستاندرد فيرجن 5 فورمات مثلا bly، دي بس الاسم، وهو يصدر لك الشكل دوت. هتقول له بقى ايه الحاجات اللي انت عايز تصدر معاها، هل عايز تصدر الكالر، عايز تصدر النورمال الكواليتي وهكذا، وبعد كده تقول له اوكي، فيبدا يصدر لك الحاجات ديت للطبعه الثلاثيه تبعت.